نرجع بس لسيوة ديت كواحة، وكان ليها تاريخ كبير وعظيم جدا في حياتنا، لكن كان في مشكلة كبيرة فيها. اتحلت المشكلة، وانا بس عايز اقول لكم ايه، انا بتكلم هنا عشان الحاج بلال جنبي هنا ومن اهالي سيوة، كان كلمني في الموضوع ده ان احنا بنفتتح العلمين، قال لي سيوة هتغرق وبتاع، قلت له ان شاء الله مش هيحصل، هتتحل. والوقت اللي اتعمل فيه المشروع يعني خده 3 سنين وشوية، لكن انا بقول للاهالي سيوة بقى وبقول للحاج بلال من فضلكم اللي اتعمل حافظوا عليه ان شاء الله، اللي هو الـ الـ الابار اللي كانت يعني دايما الاهالي بتعملها، دلوقتي احنا لينا عملنا نظام خلاص، فاحنا نحافظ كمجتمع سيوة والمجلس المدينة بتاعها يبقى حريص على ان هو ينظم عشان نستعيد الواحة تاني افضل مما كانت ان شاء الله. ارجع تاني اقول ان احنا بالنسبة لينا هنا، انا كنت لسه بتكلم مع دولة الرئيس ومع المحافظ بان احنا محتاجين ننظم التواجد للقبائل اللي موجودة بالشكل اللي هم طبقا لأعرافهم، ولكن عشان يبقى عندنا كدولة فرصة ان احنا نقدم الخدمات المختلفة، خدمات التعليم وخدمات الصحة واي خدمات اخرى الدولة تقدمها، بان احنا ننظم الكلام دوت بشكل احسن من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. مرة تانية بقول لكم ان اللي اتعمل خلال الكام سنة اللي فاتوا دول مش كتير، لكن هي خطوة في تطوير حقيقي للدولة المصرية بتستهدفه. يعني افتكروا كويس، اي ميناء يعني اسكندرية دي كانت كتلة كبيرة جدا من سكانها عايشين على الميناء بتاعت اسكندرية. تصوروا ميناء جرجوب اللي احنا عملنا افتتحنا جزء منه، وهنفتتح او بنطور جزء تاني وجزء تالت، يعمل ايه في المنطقة بتاعت منطقة جرجوب، في منطقة جرجوب كمكان. طب المدن زي مدينة العالمين وزي مدينة راس الحكمة واي مدن اخرى ممكن نعملها على امتداد الساحل، هتعمل ايه لاهالي مطروح؟ الموضوع كل مدينة بيبقى فيها حاجات كتير قوي، مناطق صناعية ومدارس وجامعات ومستشفيات وحاجات اخرى كتير. فعايز اقول ايه، ان كان في فترة من الفترات يعني ما كانش في فرصة للدولة انها تهتم قوي بأهالي مطروح، اتصور ان احنا ان شاء الله باللي احنا متحركين فيه ده هيبقى في اهتمام وفي جهد مش كلام. يعني احنا عمرنا ما قلنا هنعمل قبل ما كنا عملنا وبنفتتح، فاحنا ان شاء الله متحركين في هذا الاتجاه. وزي ما قلت لكم كده، اي مشروع بيتعمل يعني الطريق اللي عشان اعمل طريق لغايه مطروح يحرك الناس والتجاره بيننا وبين اشقائنا في ليبيا عن طريق المنفذ، انتوا بتتكلموا في تكاليف كتير جدا، طب احنا هنستفيد منه حاجه كمواطنين واهالي؟ طبعا طبعا، كل حاجه بتتعمل هنا هي ليها انعكاس ومردود على اهالي المحافظه. يعني